بسم الله الرحمن الرحيم. معادنا مع الدرس رقم 12 في الماتلاب، وهنكمل كلامنا عن الإف ستيتمنت. آخر حاجة كنا وقفنا عندها الحصة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البرنامج الخاص بحساب جذور معادلة تربيعية. هنحاول بقى نعمل برنامج تاني لو أنا عايز أولد عدد راندوم في الرينج من 1 لـ6، وبناء على قيمة العدد ده اطلع رسالة اقول العدد ده بواحد باتنين بتلاتة لحد 6. فلو انا عايز اولد عدد راندوم، لو قلت له مثلا راند ولد لي عدد عشوائي، طبعا لو نفذت الامر اكتر من مرة كل مرة هيغير العدد. راند بتولد عدد عشوائي في الرينج من 0 لـ1، تمام؟ طيب لو فرضنا ان انا عايز اخلي العدد ده مش في الرينج من 0 لـ1، انا عايز اخليه مثلا في الرينج من 0 لـ6، فكنت ممكن اقول له راند في 6. كده بقى العدد اللي هيتولد لي هيبقى في الرينج من 0 لـ6، تمام؟ طيب لو احنا مش عايزينه في الرينج من 0 لـ6، لا احنا عايزينه في الرينج من 1 لـ6، تمام؟ عشان نخليه في الرينج من 1 لـ6، لو انا قلت له فلور لراند في 6، راند كانت بتولد لي عدد عشوائي في الرينج من 0 لـ1، طبعا في الغالب مش هيبقى الواحد بالظبط، يبقى مثلا لتسعة من عشرة ولا حاجة. فلما اعملها له راند في 6 يبقى يولد لي عدد في الرينج من 0 لحد مثلا 5.9، فلما اعملها فلور يبقى هو كده هيبقى في الرينج من 0 لـ5، تمام؟ لو انا عايز اخليها في الرينج من 1 لـ6 يبقى هجمع عليها 1، يبقى انا كده قدرت اولد عدد عشوائي في الرينج من 1 لـ6، وطبعا بيبقى عدد انتجر. راند كانت بتولد لنا عدد او رقم بنسميه فلوتنج بوينت او رقم كسري، تمام؟ لكن لما انا عملت داله فلور احد داول التقريب او احد داول الابروكسيميشن، فالعدد الكسري ده اتحول لعدد صحيح وخليته في الرينج من 1 لـ6، تمام؟ يبقى انا لما اكتب له فلور راند في 6 زائد 1 كده هيجيب لي عدد عشوائي في الرينج من 1 لـ6. طبعا الحاله الوحيده اللي ممكن يغلط فيها ان انا كان يكون العدد اللي كان داخل لي كان صفر، او العدد العشوائي كان صفر، تمام؟ في الوقت ده هيضرب 0 في 6 يبقى صفر، هيعمله فلورنج هيفضل زي ما هو صفر، تمام؟ فيبقى الجزء دوت هيطلع لي صفر، تمام؟ بس اما نجمع عليه 1 هتبقى مظبوطه يعني. طيب لو انا عايز استخدم ده بقى في كود هقول له في الاول زي ما بنكتب على طول سي ال سي كلير اول close all، وبعد كده قلت له اكس بتساوي floor run في 6 زائد 1. انا ولدت كده عدد عشوائي في الرينج من 1 لـ6. بعد كده هحاول اعمل if statement بقى على حسب قيمه العدد. هقول له طبعا ممكن نسمي البرنامج باي اسم، في دالة بالاسم ده، تمام؟ ممكن نسميها أي حاجة تانية، تمام؟ عشان أنا واقف على البين فهو مش راضي يسير، تمام؟ هنغير المسار اللي احنا واقفين عليه دلوقت. طيب نرجع تاني للماتلاب، أرجع المسار بتاعي، خلي أي حاجة غير البين، وبعد كده نسيب. سايب يعني مفيش مشاكل. طيب اكس بتساوي فلور راند في 6 زائد 1، بعد كده اعمل اف ستيتمنت اقول له اف اكس كانت بتساوي تساوي 1 ديسبلاي ذات از 1. بعد كده هقول له إلز اف اكس بتساوي تساوي 2. طبعا عندي مجموعه من الاحتمالات، يبقى اللي هنستخدمها اف الس اف الس اف الس اف الس واند، تمام؟ او ممكن في النهايه خالص ما استخدمش الس، اخليها كلها الس اف. اقول له ديسبلاي ذات از 2. نفس الكلام بقى الحاله الثالثه، نعمل نفس الكلام.
والحالة الرابعة والحالة الخامسة والحالة السادسة. الحالة السادسة زي ما قلنا فيها احتمالين، يا اما ممكن اكتب له else بس، يا اما اكتب له if else بتساوي 6. تمام. وفي النهاية end طبعا للاف statement، دي تبقى end واحدة للاف. كنا ممكن نكتب دي كده بالشكل ده كده برضه مظبوطة ومفيش فيها مشاكل، بس ابقى ضامن ان مفيش احتمالات اكتر من اللي موجودة دي، يعني مفيش احتمالات غير الموجودة عندنا عشان else ما تنفذش غير في حالة الست. لو في احتمال ان سي يبقى ال سي دي ممكن تتنفس في حاجه ثانيه غير حاله اللي العدد اللي كان موجود عندي كان يبقى بستة. تمام. طبعا البرنامج ده لو عملته ران اكتر من مره كل مره هيطلع لي ناتج مختلف. تمام. حاول نعمل له ران نشوف الناتج بتاعنا. تبريزات از 1. تمام. حاول نعمل له ران مره ثانيه ونشوف الناتج بتاعنا. تبريزات از 2. تمام. انا ممكن افتح دي جنبنا كده ونشوفها. تمام. الاقي ايه كل مره بيغير الناتج. تمام. واضحه الفكره؟ طيب يبقى ده ايه لما حاولنا ننفذ البرنامج باستخدام الاف ستيتمنت. عايزين نعمل برنامج بقى لدرجات الطلب او لتقديرات الطلب. عايز اطلب من المستخدم اللي هو يدخل لي درجه الطالب او تقدير الطالب يعني المجموع بتاعه، وبعد كده انا اجيب له التقدير بتاع الطالب، يعني برنامج للتقديرات. هنعمله ازاي؟ هقول له مثلا متغير اسمه ديجري وقلت له انبوت انتر ستودنت ديجري، دخل لي درجة الطالب. وبناء على درجة الطالب المفروض ان انا احدد التقدير بتاعه، إذا كان اكسلنت ولا فيري جود ولا جود ولا هيبقى باص ولا هيبقى فيل. تمام؟ طيب ممكن نعمل برنامج ده بأكتر من طريقة باستخدام الإف ستيتمنت. ممكن أبدأ من فوق، يعني أبدأ أقول له إف ديجري كانت أكبر من 85، لو التقدير بتاع الطالب ده كان أكبر من 85 ممكن اعمله بديسبلاي، ممكن اعمله بمسج بوكس، خليها مسج بوكس مثلا. قلت له اكس نوت بعد كده قلت له ايلس اف الديجري كانت اكبر من 75، طبعا هنا المفروض نعمل اكبر من او يساوي، وهنا برضو اكبر من او يساوي. تمام. مسج بوكس، رحت كتاب له very good. هتقول لي طب نفترض مثلا الطالب جايب 90، ايه اللي يخليه ينفذ دي وما ينفذش دي؟ لان احنا زي ما عارفين الاكواد بتاعتنا دي بتتنفذ سيكوينشال. تمام. فطالما بتتنفذ سيكوينشال يبقى هو مش لازم هيعدي الاول على حاله اللي الديجري اكبر من 85. لو انا مش مرتبهم مظبوط، يعني مثلا لو كاتب له في الديجري اكبر من او يساوي 75 وبعد كده اكبر من او يساوي 85، في الوقت ده كان ممكن لو انا بدخل له القيمه مثلا ب 90 كان يطلع لي فيري جود. لكن انا دلوقتي مرتب له الاحداث اهي، مرتب له الاول حاجه لازم هيعدي لو القيمه اكبر من او يساوي 85، يبقى مش هينزل الحاله الثانيه الا لو كانت القيمه اقل من 85. يبقى انا مش محتاج هنا اللي انا اقول له القيمه اكبر من او تساوي 85 مثلا، او اكبر من او تساوي ال 75 واقل من 85، مش محتاج اللي انا اعمل الحكايه دي. وهنا برضو مش محتاج اللي انا اقول له اللي هي تبقى اكبر من ال 65 واقل من او تساوي ال 75. مجرد ان انا اكتب له اكبر من او تساوي ال 75 هو هيبقى عارف دي لازم تبقى اقل من 85. تمام. يعني قيمه معلش في الرينج من 75 ل 85، وهنا لازم تبقى قيمه اكبر من 85. تمام. طيب الحالة الثالثة هقول له else if الديجري اكبر من او تساوي
65. في الوقت ده تبقى المسج بوكس تقدير بتاعه جود. الحالة اللي بعد كده else if degree أكبر من أو تساوي الخمسين، هيبقى message box fail. آخر حاجة ممكن أقول له else، أقول له معلش هنا بص else message box fail. تمام. طبعا يفضل زي ما قلنا طالما انا مش عارف هل انا موجود عندي كل الاحتمالات ولا لا، يبقى يفضل نعمل كل الحالات ب else if. يعني يفضل الحاله الاخيره هنا كانت تبقى else if ديجري اقل من 50 في الوقت ده يعملها مسج بوكس فيه. وهنشوف الفرق ما بين الاثنين برضو واحنا شغالين. طيب انا دلوقتي عملت البرنامج وعايز بقى ابدا اشوف هينفذ ازاي. نحاول ناخد البرنامج جنبنا كده، تمام، نعمل له ران. قال لي انتر ذا ديجري، دخلت له ديجري مثلا وليكن 90، تمام، طلع لي رساله وكتب لي اكس، تمام. طيب نجرب كده اللي انا ادخل له ديجري ثانيه، ممكن نعمل ران مره ثانيه وادخل له ديجري مثلا اخليها 80، تمام، كتبها لي فيري جود، يبقى هو كده شغال حتى الان، تمام، اهو مفيش فيه مشاكل. طيب الحل اللي بعد كده اخليها مثلا 70 عشان يطلعها لنا جود، تمام، طلع علينا جود. طيب عايزين نختبر اللي بعدها، حالة الباص قيمة تبقى أكبر من 50 وما بين 50 والخمسة وستين، يعني ممكن ندخله مثلا 62، تمام. طلع علينا إيه؟ باص. طيب لو عايزين حاجة يكون فيل، يعني حاجة أقل من 50، ندخله مثلا 40، تمام، راح مطلع لي فيل. جميل. طيب احنا دلوقتي بنقول الحالة دي ممكن تعمل معانا مشكلة. ممكن تعمل معانا مشكلة امتى؟ نفترض مثلا انا ما دخلتلوش رقم عادي، انا دخلتله عدد مركب، او دخلتله اي حاجة تانية هو ما عرفهاش، هيروح مدخلها في حالة الايه؟ الفيل. ازاي كده؟ يعني مثلا كتبت له قيمة باتنين اي، تمام، كتب لي ايه؟ كتب لي فيل. اتنين اي دي عدد مركب، جزء تخيل لعدد مركب، تمام، والمتلاب بتعرف الاعداد المركبه، فاكتبها لي على انها فيل، مع ان دي المفروض خطا من الايه؟ من المستخدم. فالمفروض في حاله زي كده ما كانش يطلع له اوت. فيبقى الافضل اللي احنا كنا نيجي في الحاله دي كنت اقول له إلس إف واكتب له ديجري اقل من 50. تمام كده المشكلة دي هتتعالج عندنا، كده مش هيديله حالة الفيل دي إلا لو كانت القيمة أقل من 50. ممكن مثلا كتبت له 30 أهو، تمام، راح كاتب لي فيل. لو حاولنا نعمل له قيمة تانية، طبعا لو أنا عايز البرنامج يشتغل أكتر من مرة بدل ما أقعد أعمل ران كل مرة، كنت ممكن مثلا عايز يشتغل 3 مرات كنت أحطه جوه فور لوب، أقول له فور أي بتساوي من 1 لـ3، ورحت كاتب له إند في الآخر كده للفور لوب. تمام، يبقى البرنامج دوت لما يتنفذ هيتنفذ 3 مرات، يعني هيسألني 3 مرات على الدرجة. مثلا كتبت له مرة 99، كتب لي اكسلنت، كتبت له تاني مرة الدرجة مثلا خليها ب 87، 78 معلش، ده احنا فيري جود. كتبناها تالت مرة مثلا ب 2 اي، تمام. خليها نكتبها له مثلا بقيمة سالب، نعمل له رن ونكتبها بقيمة اي سالب، برضه هتبقى اقل من 50. ماشي، يعني الفكرة اللي انا كنت عايز اوصلها لإلس إف افضل من استخدام إلس، تمام. طيب خلينا نشوف بقى لو احنا عاوزنا نعمل بداية ونهاية
للجمل اللي موجودة عندنا في الـ if statement. هنحاول على المثال ده نعدل فيه كده ونشوف ازاي نستفيد منه. ده طريقة أو أحد طرق الحل المبسط للبرنامج بتاع درجات الطالب أو تقديرات الطالب. لو احنا عايزين نعمله بشكل تاني أطول شوية، ممكن كنا نكتبه له مثلا، نقول له لو الدرجة أقل من، نبدأها له من فوق لتحت بقى، يعني نبدأ له مثلا نقول له لو الدرجة أقل من 50 مثلا، تمام كده هيديني فين. لو الدرجة كانت أكبر من 50 وأقل من 65 يديني بس. تمام، طب اكتب له ازاي اللي هي أكبر من 50 وأقل من 65؟ لو كتبتها له اف الديجري كانت أكبر من 50 ورحت عامل له هنا أقل من 65، في الحالة دي بيعتبرها اورنج، يعني سواء الشرط ده اتحقق أو ده اتحقق هينفذ الجملة اللي هي. طبعا ده احنا مش عايزين، لأن معنى الكلام ده اللي أنا دخلت له قيمة مثلا ب70 هيكتبها لي باص. تمام، أمال أنا عايزه يعمل إيه؟ عايزه ينفذ دي وينفذ دي. تمام، يعني عايز أعمل اندنج، يعني لازم الديجري تبقى أكبر من 50 وأقل من 65 في نفس الوقت. تمام، طيب هنعمل القصة دي إزاي؟ اللي أنا أكتب له ديجري أقل من أكبر من أو تساوي 50 اند ديجري أقل من أو تساوي 65. تمام، في الوقت ده يديني باص. اللي بعدها هقول له لو كانت الدرجة أكبر من 65 اند ديجري أقل من أو تساوي 75. تمام، يبقى في الوقت ده هيديني جود. طبعا مش يساوي، مفيش يساوي، معلش. تمام، طيب الحالة اللي بعد كده اللي انا عايز يديني فيها بقى فيري جود، لو كانت الدرجة اللي موجودة عندنا اكبر من او تساوي 75 اند ديجري أقل من ال 85، يبقى في الوقت ده هيديني فيري جود. الحالة الأخيرة اللي موجودة عندنا اللي أنا هقول له إلس إف ديجري كانت أكبر من أو تساوي ال 85، ممكن أقول له أكبر من 85 أند ديجري أقل من 100 مثلا عشان لو كتب القيمة غلط، وممكن نسيبها كده. مسج بوكس كتبت له اكس. تمام، يبقى انا كده خلصت الايه؟ البرنامج. تمام، وطبعا عشان نعمل فور لوب من اي بتساوي 1 ل 3 وان، يبقى البرنامج ده هيشتغل 3 مرات، هيطلب مني الدرجه بتاعه الطالب ويجيب لي التقدير بتاعه. طيب نعمل ران ونشوف. اول حاجه قال لي دخل لي الدرجه، مثلا دخلتها له 90. تمام، كتب لي اكسلنت. طيب تمام كده بيطلعها مظبوط. مثلا دخلتها له، دخلها له حاجه عشان تطلع فيري جود مثلا 77. تمام، طلعها فيري جود. دخلت له مثلا 67. تمام، طلعها لنا جود كده مظبوط. ناقصنا حاله الايه؟ حاله الباص والفيل. نعمل ران. مثلا دخلت له 50. تمام، كتب لي باص. لو دخلت له 55 برضه هيدي لنا باص. لو دخلت له 30 هيدي لنا فيك. يبقى هو كده شغال مظبوط ومفيش فيه اي مشاكل. تمام، قلنا لازم ناخد بالنا في الحاله دي اللي انا عايز الشرطين يتحققوا، فعشان كده بعمل ما بينهم اندنج. لو انا كنت كتبتها الديجري اكبر من كذا واقل من كذا زي ما بنكتبها في الرياضه، كان ده يبقى معناها اورنج، سواء ده اتحقق او ده اتحقق ينفذ الجمله. تمام، وطبعا لو عملنا كده مش هينفذ لنا اللي احنا عايزينه، فأنا هنا محتاج الاتنين يتحققوا، فبعملها باستخدام الأند. طيب هنحاول نشوف بقى مثال تاني. هنحاول نتكلم، ممكن نتكلم عن السويتش كيس. تمام، الفكرة اللي موجودة عندنا في السويتش كيس
هي سويتش قريبة قوي من الاف ستيتمنت، وقت ما بيكون عندي عدد كبير من الخيارات يفضل ان استخدم سويتش كيس. بالنسبة للحاجات او برمجة الهاردوير مثلا، حاجة زي الاف بي جي اي موجود فيها الاف ستيتمنت وموجود فيها الايه السيلكت كيس، او اللي يتقابل هنا سويتش كيس يعني. فبالنسبة لنا السويتش كيس دي وقت ما بنيجي نعملها كهاردوير او سيلكت كيس بنعملها كايه؟ كهاردوير مالتبلكسر، فبيبقى اداها اسرع من الاف ستيتمنت اللي هي ممكن تبقى زي الكومباراتور يعني. تمام؟ فبالنسبة لنا كهاردوير السيلكت كيس بتبقى اسرع من الاف ستيتمنت، وده في حالة لما يكون عندك عدد كبير من الخيارات. فانا اظن برضو ان نفس القصه هتنطبق معانا هنا، السويتش كيس هيكون اداها اسرع من استخدام الاف ستيتمنت، بس هي طبعا ليها صيغ معينه للكتابه او طرق معينه للكتابه، ففي بعض حالات كده مش هنعرف نطبق عليها السويتش كيس. يعني حاله مثلا زي درجات الطالب وكده، لان عايز اعمل اكتر من حاله وكل حاله عايز اشوف درجه دي اكبر من قيمه معينه واقل من قيمه معينه وهكذا، ده مش هنقدر نعملها باستخدام السويتش كيس، دي ملهاش حل غير اللي يتعمل بالاف ستيتمنت. بالنسبه للسويتش كيس المفروض بكتب سويتش كيس على فاريبل معين او اكسبريشن معين، وبعد كده ببدا اعمل تيست القيم بتاعته، اقول له لو القيم بتاعته مثلا كانت بتساوي رقم معين او مجموعه ارقام يبدا ينفذ حاجه معينه، فاقول له مثلا كيس تيست اكسبريشن واحد يطلع لي قيمه معينه، او ينفذ مجموعه كوماندز معينه، او كيس ومجموعه من الاكسبريشنز وينفذ بناء عليهم مثلا كوماند ثانيه، ولو ما تنفذش اي حاجه من دول في اخر احتمال بلجأ له اللي هو الاذروايز يبدا ينفذ الكوماند الاخير. طبعا بالنسبه للتيست اكسبريشن دي او القيم اللي انا ممكن اكتبها اللي تبقى خاصه بالاكسبريشن اللي انا كاتبه فوق، ممكن تكون رقم، ممكن تكون مجموعه من الارقام، ممكن تكون متغير حرفي اللي هو سترينج يعني او كاركتر. تمام؟ ده المتاح بالنسبه لنا. لكن هل ينفع يستخدم مثلا ريليشنال اوبريتورز؟ لا مش هينفع نستخدم ريليشنال اوبريتورز. هل ينفع نستخدم مثلا لوجيكال اوبريتورز؟ لا مش هينفع نستخدم اللوجيكال اوبريتورز. تمام؟ يبقى لو انا احتجت ان انا اعمل مجموعه شروط فيهم ريليشنال اوبريتورز او لوجيكال اوبريتورز، ففي الوقت ده هنستخدم اف ستيتمنت ومش هينفع نستخدم سويتش كيس. طيب خلينا نحاول نشوف مثال كده على الاف ستيتمنت. احنا كنا عملنا من شويه المثال اللي هو بتاع الفلور، تمام، اللي كنا بنولد فيه عدد عشوائي ما بين عدد عشوائي صحيح في الرينج من 1 ل 6 ونفذناه باستخدام الاف ستيتمنت. هنحاول ننفذه باستخدام السويتش كيس. هاجي هنا في البرنامج بتاعي وهقول له اكس بتساوي فلور run في 6 زائد 1، وبعد كده هعمل switch على قيمة ال x وأقول له case 1 display z is 1، ونفس النظام بقى مع الكيس الثانية والتالتة وبقية الكيسز اللي موجودة عندنا. كيس 2 زد اس 2، كيس 3، كيس 4، دي 5. ممكن الحل الأخيرة لو أنا مش عايز أكتب له كيس 6 كنت ممكن أكتبها له أذر وايز وأكتب له الديسبلاي الخاصة بيه. إيه الجملة اللي يعرضها لو عنده الحالة دي؟ وعملنا لها اند. طبعا ليها اند واحده، السويتش ليها اند والفور ليها اند والاف ستيتمنت ليها اند، الكود بتاع الماتلاب نفسه ملوش اند. طيب بعد ما عملنا البرنامج ده نحطه جنبنا كده ونحاول نعمل له ران. عملت ران البرنامج كتاب ذات از 1، نعمل له ران مره ثانيه ذات 3 ذات 6 ذات 5 وهكذا. تمام؟ فالبرنامج شغال ومفيش فيه مشاكل.
طيب ده باستخدام سويتش كيس. طب نفترض مثلا انا كنت عايز مجموعة حالات يكتب لي فيها قيمة معينة، يعني لو القيم ما بين 1 و3 يكتب لي دي ارقام ما بين 1 و3، لو 4 و5 يكتب لي دي 4 و5. هنعملها ازاي؟ شايل الحالتين دول مثلا وهنكتبها زي الصيغة اللي كانت موجودة عندنا كده. اجي اقول له هنا كيس وافتح قوس مجموعة، اقول له كيس 1، 2، 3، يعني معناها سواء كانت 1 او 2 او 3 فهيقول لي that is from 1 to 3. وهنا نفس النظام برضو، ممكن اعملها له قوس مجموع 4 و5 الشحنة كده قوس that is 4 or 5 وهكذا. تمام، يبقى كده لو العدد كان 1 او 2 او 3 ينفذ الجملة دي، لو كان 4 او 5 هينفذ الجملة دي. يبقى انا كده جربت جوه الكيس اللي انا اكتب رقم 1 او مجموعة من ارقام بس ما بينهم اورنج، سواء ده او ده او ده تنفذ هينفذ الجملة دي. هل ينفع نعمل حاجة فيها اندنج او اكبر من او اقل من او كده؟ لا، ده مش متاح عندنا بالنسبة للسويتش كيس. ممكن في الحالة دي نستخدم الاف ستيتمنت. طيب نحاول ننفذ الكلام ده. عملت له ران تمام، يبقى ينفذ اهو شغال معانا. تمام، يبقى كده ايه البرنامج بتاعنا شغال ومفيش فيه مشاكل. هنحاول نبدأ بقى الحلقة الجاية اللي احنا هنبدأ نحاول نشوف برنامج خاص بالباسورد. تمام، او نحاول نعمل برنامج خاص بالباسورد. تمام، برنامج لعمل الباسورد، وهنجرب نعمل البرنامج ده باستخدام السويتش كيس وباستخدام الاف ستيتمنت ونشوف الفرق ما بين الاثنين، ونحاول نشوف لو الكلمة اللي جاية لنا في الباسورد دي كانت كابيتال ازاي احولها سمول، او لو كانت سمول ازاي احولها لكابيتال واتعرف عليها، او اخلي البرنامج بتاعي يقدر يطلع لي رسالة يعرفني اذا كان الباسورد دي صحيحة ولا غلط. فنحاول نعمل برنامج بسيط كده للباسورد في بداية الحلقة الجاية.